اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه، طعمها مع مختلف، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين. التندوري. التندوري ده مدرسه بنروح ناكله ببعض المطاعم، بناخد ولادنا. اللون بتاعه احمر، اللون جه ازاي والطعم جه ازاي؟ اكيد في تفاصيل في الطبق ده، ولكن عايزك تعمليه النهارده بخلطه خاصه او خلطه سبيشال تبقى بتاعتك انت بس. الشيف المغازي هيعمله النهارده التندوري بصلصه الجوز اللي هو عين الجمل. ممكن تستبدليه بفول سوداني بلوز زي ما انت عايزه، بس هي عين الجمل افضلها طبعا مدرسه الشركسيه. معانا النهارده كمان طبق الرز البخاري. رز البخاري ده مشهور في المطعم العربي، ولكن ايه هو الرز البخاري ده؟ بيتعمل بشوربه اللحم اكيد طبعا، وياخد الزبيب والجزر، ولكن مدرسته مختلفه بطريقه الطهي. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل، نقدر اللي بيعامل رجيم ياكله، اللي مش عامل رجيم كبار السن الاطفال. فطاير الشوفان هنعملها بالشوكولاته او العسل زي ما احنا حابين، ونشوف ازاي نعملها بطريقه بسيطه وسهله، ونطحن الشوفان ويخش مكان الدقيق في عمايل البانكيك او الفطاير بتاعه الشوفان. تفاصيل كتيره في الحلقه، وكمان معلومه غير معلومه، والاكل كله والمقادير كلها متواجده تحت ايدك في اي مطبخ، ولكن بايدك انت تغير الطعم وتغير الشكل، لان معاكي الشيف المغازي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمل توليفة للتندوري مش هتلاقيها لا في مطعم ولا في أي اوتيل ولا في أي مكان غير عندك انت وبس. ايه خلطة التندوري بالجوز؟ مقاديرها على الشاشة، ونشوف ازاي نعملها بطعم تاني غير طعم المطاعم. عايز لما تعملي الأكلة بتاعتك تكون مميزة، تاخد اسمك انت. معانا صدور فراخ متوسطة الحجم، ما تجيبيش الفراخ الكبيرة، والمقادير على الشاشة. معانا عين جمل مطحونة ناعمة، ومعانا سليب عشان نشوف الاتنين مع بعض، وتوم وبصل. معانا اللون الأحمر المسموح به في بعض المحلات الأدوات الغذائية، ولازم يبقى مكتوب عليه مسموح غذائيا، وزيت زيتون وعصير ليمون وزبادي. التركية اللي أنا هعملها دلوقتي هنشوفها مع بعض علشان الزبادي كمان ما يفرطش مننا في قلب الخلطة. حلو الكلام؟ طيب أول حاجة خلينا نحط المقادير اللي هي المفروض نشوفها برؤية العين. معانا عين جمل، ده مطحون جاهز اهوت، عايزة تحطيه سليم مفيش مشكلة، نحط شوية سلام قدام عينينا اهوت زي الفل. بس أنا طبعا طحنه علشان لما أدخله في الخلاط وأطحنه في الخلاط كله يبقى مزيج واحد. معانا توم في المقادير، توم طازة. معانا بصلة مفرومة ناعم. معانا من الكزبرة الخضراء قليل، معلقة أكل مفرومة بالسكينة كده زي الفل. اللون الأحمر اللي احنا عارفينه ده موجود في كل المحلات، بيستخدموه في الكيك في الكيك في الحلويات. ينفع الأصفر يا شيف؟ يعني هو التندوري معروف عنه بيبقى لونه أحمر، عايزة تعمليه أصفر مفيش مشكلة. نحط الملح بتاعنا، فلفل أسود يا عم الشيف، وكمون وبابريكا. ادي البابريكا، شويه شويه من الكركم، شويه كمون، والمقادير دي بسيطه وسهله. عايز الخلطه سبايسي يعني حاره شويه، فيها تيست من السبايسي. معانا فلفل حار. فين الفلفل الحار يا عم الشيف؟ موجود معانا اهوت. بناخد حته صغيره كده ونفرمها بالسكينه. كل ده في قلب البوله، لسه ما وصلناش للمرحله النهاية. ده فلفل حار بناخده زي ما هو كده اهو. حلو اهو. كل ده يا عم الشيف مع بعضه. هنشيل كل ده من هنا ونجيب الخلاط بتاعنا عشان نعمل خلطة التندوري لأول مرة بطعم صلصة الجوز أو بطعم عين الجمل. وإحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا ثقافة غذائية، ممكن بأقل تكلفة مالية علشان أولادنا وأطفالنا، وإحنا كمان نعلي الذاكرة بتاعتنا والأوميجا 3 اللي موجودة في عين الجمل. الخلاط أخباره إيه؟ فلة. تمام، بيديني الأمان. هناخد الخلطة دي كلها زي مع بعض كده نقلبها أهي. إيه تاني هنا عشان السادة المشاهدين؟ معلش، حطيت فلفل حار
ثوم، بصل، عين جمل، ملح وفلفل وبابريكا وكمون، شوية كزبرة خضراء مفرومين بالسكينة، كل دول مع بعض بننزلهم في قلب الخلاط. حقوق الطبع لدينا وبس. حلو قوي. ايه اللي يفرم كل ده يا عم الشيف؟ الزبادي، اللهم صل على النبي. في قلبيهم كل ده مع بعضه زي الفل. لو انا حطيت الزبادي مع الخلطه دي وبدات ان انا اغلف الدجاج او اتبل الدجاج بالزبادي، بعد ما ادخله الفرن يا عم الشيف الزبادي ده هيفرط مني. اهو ما اعمل ايه بقى التركايه هنا؟ معلقه من النشا، معلقه اكل تقريبا بالظبط زي كده، زي الفل. دي كفايه قوي. ونضرب ده كله في الخلاط زي الفل كده. تمام. خلص الكلام سريعا في الخلاط، كله بقى مزيج واحد بالشكل ده كده. ناخد الخلطه دي يا عم الشيف ونحطها هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللون الاحمر ده جميل، لون الورد، صباحكم ورد. تمام. دي الخلطه. تاني اقول الخلطه دي اتعملت ازاي، دي مهمه جدا على فكره، وسميها كده على باب التلاجة حقوق الطبع لدينا وبس الشيف المغازي. فيها عين جمل يعني اوميجا 3، فيها زبادي يعني بروتين، حلو الكلام. فيها الفليفر بتاعنا كزبره خضراء وملح وفلفل وكمون، وما تنسيش البصل والثوم. التركايه معلقه النشا اللي انا حطيتها في المقادير كلها عشان الخليط ده يبقى خليط واحد، لما نيجي نتبل الفراخ الزبادي ما يفرطش على وش الفراخ ويبقى محبب كده وعامل زي الايه؟ زي البرغل. حلو الكلام. ناخد الصدور الفراخ يا عم الشيف بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. اهي ليك الحريه بقى. نعم يا غالي. لا ما ينفعش فرخه سليمه، لازم تجيب صدور فراخ بالشكل ده كده. يسالوني في الكنترول نجيب فراخ سليمه نستخدمها؟ لا، لازم تكون صدور فراخ. حلو الكلام. طب ينفع بدل الفراخ سمك؟ ينفع نجيب فيليه سمك ونعمله بنفس الطريقه، ينفع جمبري نعمله بنفس الطريقه حسب الرغبه. ناخد الفراخ بالشكل ده كده، نفتحها هنا كده الفتحه دي كده اهو بالسكينه من فوق عشان لما تستوي يبان الفتحه دي شكلها جميل كده. دي طريقه، ونحطها هنا كده. طريقه تانية نيجي هنا ونحطها هنا. طريقه تانية برضو نفس القصه. براحتك انت بقى، السكينه في ايدك وتقدري تعملي الشكل اللي انت حباه. التسوية بقى صعبة جدا، ده كله سهل. عملية التسوية هي اللي صعبة للأمانة يعني. الفرن لازم تحضريه. يعني إيه مغازي؟ يعني الفرن عندك تبقى درجة حرارته عالية جدا بالشكل ده كده، وعندك شبكة الفرن جاهزة. نبص مع بعض كده، ناخد الأساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري والإخراج. بص الفرن أنا عامل إيه؟ عندي في الفرن الشبكه والصينيه الاثنين مع بعض. معلش، الفرن فيه الشبكه والصينيه. الطبيعي ان احنا بنحط في الصينيه بتاعه الفرن ورقه زبده وميه. ورقه زبده وميه، وانا حاطط الميه وورقه الزبده. وادي الشبكه بتاعتي اللي هساوي عليها التندوري، بحطها هنا كده. ولازم الاثنين يكونوا سخنين بالشكل ده كده. وانا شغال. ونقفل الفرن بتاعنا عشان درجة حرارته تكون محتفظين بيها. عملية التسوية لازم تتم بالشكل ده كده، ونحط مية، نزود شوية مية. زي الفل. والطبيعي ان الشبكة بتاعتي بتهنا شوية زيت صغيرين. حالا دلوقتي، حاضر.
الزيت ده على الشبكة عشان الفراخ ما تلزقش اهو. بيسألوني في الكنترول ليه حطيت مية، المية دي هتطلع لي بخار نتيجة درجة الحرارة بتاعة الفرن، هتلعب دور مهم جدا في التسوية. دي رقم واحد يا مغازي. رقم اتنين، الفراخ دي لما تبلها هتنزل الخلطة بتاعتها بالشكل ده كده اهي. شفت الفراخ باخدها اهي من الخلطة بحطها هنا عملية التسوية مهمة جدا، هي الصعبة شوية، معلش مفيش حاجة صعبة معانا الحمد لله. وحاجة سهلة، احنا كلفنا حاجة هي الفراخ عندنا في التلاجة على الشبكة كده، وعندنا الزبادي والتركية بتاعتنا، جبنا الخلاط حطينا كل حاجة فيه، من عين جمل، من كزبرة، من توم، من عصير ليمون، ونحتفظ بالخلطة دي زي ما هي كده. ممكن تشيلها في الفريزر تتجمد معاك، تستخدميها في حاجات كتيرة، في سمك تعملي بيها لحوم، تعملي بيها زي ما انت حابة. ناخد يا عم الشيب زي ما هو كده، أساتذة المصورين حبايبي، دي سخنة خلي بالك اهو، لازم الفرن يكون درجة حرارته عالية جدا، والمية وجودها في الصينية عشان تطلع لي بخار يساعد عملية التسوية. ندخل دي كلها مع بعض كده في التسوية على شبكة الفرن، كأنك بتشوي لحمة عادي. عينيا، حاضر يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل أول الصينية. بسم الله. حطي دي كده هنا. معايا الأساتذة المصورين حبايبي أهو، ندخل دي هنا كده أهو على الشبكة. بعدين ناخد الصينية تحت الشبكة مباشرة. علشان أي حاجة تنزل في الفرن ما تبهدلكيش الفرن، ده رقم واحد. شايفين الصورة الحلوة دي كده؟ طبقات طبقات من الإبداع. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الخلطة دي هنستخدمها إزاي، ونغلف بيها الدجاج بعد التسوية مع شوية رز بالبخار أو رز بخاري بالزبيب والجزر، طريقة الشيف المغازي. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخلطة التندوري، حطيناها في طاسة على النار. احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة، لأن الأكل هنا مربوط ببعضه، يعني إيه؟ تفاصيله مع في المطبخ لازم يكون بالشكل ده كده. الخلطة دي أنا هستخدمها دلوقتي مع البخاري، الرز البخاري اللي هنشوف مقاديره على الشاشة. رز بسمتي، جزر مبشور، زبيب، تاني رز بسمتي وجزر مبشور وزبيب وبصل وتوم وقرفة وحبان وورق لورو وزيت زيتون. تعالوا نعمله مع بعض ازاي. أكلة مش مكلفة ولكن طعمها مختلف، وهتتعمل دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة. استاذن مخرجنا الجميل اللي بص على التندوري بصة حلوة كده، عجبني قوي شكله في الفرن على فكرة. صدور الفراخ اتبلت بالخلطة اللطيفة الحلوة. تقطيع الفراخ بنعتمد على الشكل الجميل اللي هنشوفه في الاخر مع بعض اهي زي الفل. ومعانا الصينيه الجميله اللي في ارضيه الفرن اللي بتطلع البخار اللي بيحتوي صدور الفراخ حتى التسويه زي الفل. ونقفل الفرن بتاعنا. تمام، علي الفرن على الاخر. نشتغل في الرز البخاري زيت زيتون. عايز انا الطعم بتاع الحبان، طعم الورق اللورو، طعم القرفه اللي هي الدارسين مع بعض. اعمل ايه؟ اخد دول كده مع بعض، حبهان، ورق لورو، قرفه خشب عشان الطعم. رز البخاري بيعتمد على التوابل العربيه، ينزل بالبصلايه الناعمه الحلوه، اللهم صل على النبي. حلو قوي. البصله تتحمر مع التوابل دي اكيد بتاخد طعم. رز البخاري طبعا مش هنحط له زعتر، احنا في العادة بنحط زعتر على البصل عشان ريحة البصلة والبخار اللي طالع ده. فص توم محترم كده وانا شغال. ازود بصلة شوية، هقول لكم ليه دلوقتي حالا. مكعب زبدة مع البصلة، فين الزبدة اهي. وانا بحمر كده معايا جزر مبشور بنزل بيه هنا كده وانا شغال برضه. الجزرة مع
مع البصلة مع التومة مع البهارات العربية، وأنا شغال أهو. دي مهمة جدا. البصلة والتومة والبهارات بتتلم مع الجزرة كده، باخد دص الكمية دي يا عم الشيف، برجعهم تاني هنا نص الكمية تقريبا بالتوابل بكله زي الفل دول، واخليهم على جنب، وانزل بالرز البسماتي بتاعي ادوره مع بقية الخلطة بالشكل ده كده اهو، وانا شغال واحدة واحدة كده، وتبي عندك ثقة في نفسك وانت واقفة في المطبخ. مش لازم النص بالنص زي الشيف، عادي انت خدت شوية وانا اقول لك خدتهم ليه دلوقتي حالا. وانا شغال كده اتاكد ان دي ما فيهاش رز. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اقلب دول مع بعض واسيبهم على النار اشوحهم، باخد الكميه اللي انا اشتغلت بيها من شويه اهي. عندي زبيب، الزبيب ده دايما، الزبيب اي فواكه مجففه، يميش، مشمشيه، قراصيه، زبيب، اي حاجه يفضل انك تحطيها في ميه دافيه قبل الاستخدام. الزبيب والفواكه المجففه يفضل قبل استخدامها، معلومه غير معلومه اخواتي وحبايبي على السوشيال ميديا. فواكه مجففه في حاله استخدامها في الكب كيك او الكيك او الانجليش كيك او الرز يفضل وضعها في ماء دافي قبل الاستخدام، معلومه غير معلومه. ونقلب دول مع بعض ونخليهم كده عايزينهم شويه، ونحط عليهم شويه كزبره خضراء ونخليهم على جنب شويه. حلوه قوي الخلطه دي، مهمه جدا. اسمها الكشنه بتاعه البخاري. وتقلبت الرز بتاعتنا، وعندنا على الحله في النار في بوكيه جرنيه، ميه مغليه، جزرايه، بصلايه، توميه على النار بالشكل ده كده. دول لازم طبعا ياخدوا وقت على النار كده اهو، عايز شويه ميه حلوين، مش لازم مكسبات طعم. مدرسه تانيه خالص اهو. الميه هنا بقى طعمها مختلف. نقلب كده، حلو قوي. نظبط الملح بتاعنا بتاع الرز البخاري على نار كده ونقلب. البهارات العربيه هنا هي سيده الموقف، اذا كان الحبهان اللي هو الهيل، او الدارسين اللي هي القرفه، او ورق اللورو اهو، او القرنفل اللي هو المسمار. وبعد التقليبه الحلوه دي يا عم الشيف باخد الماء المغلي بتاعي. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. هو ده الرز البخاري. صوت الميه غدير الماء. شايفين معانا؟ الرز خلاص خلص. ايه التركيه بقى يا عم الشيف؟ ان انا هغطي على الرز ده كده، والمثل الشعبي يقول لك ايه في القعده الحلوه؟ اطلع على الرز لما يستوي بالشكل ده كده. اسيبه شويه لغايه لما ميته تبدا تنشف. ونصيحه مني، ما تغطيش الرز ايا كان، رز بشعريه، رز ابيض، رشيق الرز، رز بالخلطه، الا لما يغلي قدام عينك عشان تقدري تتحكمي في النار بتاعته. هنوطي النار شويه وناخد بعضينا ونشوف الصلصه بتاعت التندوري. دي هتشارك في الرز البخاري. نقلب كده. هي على النار اهي. خلطة التندوري جميلة، عايز ادعمها بمكعب من الزبدة. على فكرة انت ممكن تحطيها جنب الفراخ وتغمسي منها عادي، غموس يعني، تحطها جنب الرز البخاري وغموس زي أي صلصة. ونقلب كده. دي عبارة عن زبادي وعين جمل مطحون وتوم وبصل، كل ده نضرب في الخلاط مع معلقه نشا صغيره ومعلقه نشا كبيره حسب كميه الزبادي. وليه حطيت نشا يا مغازي؟ علشان القوام بتاع الصلصه ما يفرطش مني ويبرغل مني ويبقى شكله مش لطيف. اللي بيعصر ليمون على شوربه السي فود وهي سخنه بالحليب والكريمه غلط. اللي بيعصر ليمون على لبن مطبوخ على النار غلط، بيؤدي يطلع لك بعد كده لبن فارط. التقليبه دي مهمه جدا. هيبقى عندك قوام حلو دلوقتي، هتشوفه مع الساده ايه المصورين في حبايبي في رساله التلفزيون المصري.
شوف القوام ده كده، نجيب طبق نحط فيه المغرفة دي. خلي بالك الحاجات الصغيرة دي ممكن تخلي لك المطبخ كله لونه أحمر، كأننا فتحنا حصة رسم. ونشوف كده القوام. شفت القوام ده كده؟ ده بقى هينزل على الفراخ دلوقتي، هناخد منه شوية نغذي بهم الرز بس بعد ما ميته ما تنشف بالشكل ده كده. خليها عندك في التلاجة، تستخدميها مع سمك فيليه، تستخدميها مع جمبري. هتقولي لي اللون الأحمر ده ضار؟ لا بالعكس، في منه طبعا موجود في المحلات بتاعة الأدوات الغذائية المسموح بيه، لطيف وجميل. ما عندكيش اللون الأحمر ده هقولك على طريقة لطيفة، هتجيبي حباية بنجر حلوة تسلقيها بالقشرة بتاعتها بعد ما تغسليها، وبعدين تقشريها وتاخدها في الخلاط وتضربيها جامد بشوية مية، بقى عندك اللون ده، استخدميها زي ما أنت عايزة، بس حط في اعتبارك وحط في ذاكرتك كده إن أنت مستخدمة بنجر، فلون البنجر وطعم البنجر كده هيبقى باين في الأكلة، فتبقى حاطة في الاعتبار ده، خلي بالك، أنا بطلعك من مازك أنت مش عايزاه، هتقولي اللون وعنده مشاكل مش هتقتنعي بكلامي، مفيش مشكلة، ده بيستخدموه في الكيكات في السبونج كيك في كل حاجة حلوة. ده مش موجود زي ما قلت لحضراتكم تاني، بنجيب حبايه بنجر تتسلق بالقشره بتاعتها بعد ما نغسلها كويس، نسيبها لما تبرد بعد السلق جيدا ونشيل القشره في قلب الخلاط بتحطيها، وتجيبي بنجر صغير مش كبير عشان الكبير بيبقى فيه شعيرات كتيره مش عايزه ده، تضربها في الخلاط مع نص كوبايه ميه بتديكي اللون ده، بس تاني تحط في الاعتبار وفي ذاكرتك انك مستخدمه بنجر عشان ما تلاقيش الطعم مختلف وتزعلي مني. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير ونرجع. رز بخاري التركية الأخيرة اللي تقول إن هو بخاري هعملها مع حضراتكم، مش هبخل بيها على فكرة، والتندوري في قلب الفرن بيستوي، ونرجع لفطاير جميلة لكبار السن والأطفال، فطاير الشوفان بالتفاح. أو تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض تفاصيل عمل عجينة البان كيك بالتفاح ورقائق الشوفان، نعملها مع بعض ازاي؟ هنحط المقادير مع بعضيها، ده الأساسي، وفي الآخر هنكمل مع بعض ونشوف موضوع الرز البخاري. احنا موطيين النار عليه تمام زي الفل؟ عينية. المقادير على الشاشة، شوفان ناعم وشوفان حب، تفاح أخضر مبشور، ومعانا من السكر وكمان بيكنج باودر. طيب تعالوا نعمل الخلطه مع بعض كده سريعا زي الفل. اللهم صل على النبي. معايا طبعا الطاسه على النار بتسخن، مش عايزها سخنه جامد يعني نص ونص كده عشان ما تحرقليش الايه الفطاير بتاعتي. اول حاجه هنا بحطها الشوفان بتاعنا الناعم، واجيب مضرب مع الدشل على بصل ولا توم بالشكل ده كده، بحط شوية البيكنج باودر عليه عشان تبقى الفطاير هشة وزي الفل، ذرة من الملح حلو قوي، وللأمانة للأمانة دي مش موجودة في المقادير يا أستاذة رحاب، معلقة كركم صغيرة، أنا بحب الكركم مع التفاح. ليه يا شيف؟ الكركم مفيد جدا، بينشط الجهاز الهضمي وخاصة الكبد. نقلب كل دول مع بعض. ورقائق الشوفان السليمة. ومعانا التفاح اللي احنا حاطينه في محلول حمضي، بتبشري تفاح، بتبشري بطاطس، بتبشري بتنجان، كل فيه فواكه غنية بالحديد، فيفضل وضعها في محلول حمضي أو ملحي. البتنجان محلول ملحي. بالشكل ده كده التفاح. ينزل كده زي الفل. ممكن نستفيد بالميه كمان ناخدها، مش هتقول لا. ونقلب كده. مش هياخد بيض يا شيف؟ لا، هكتفي بالبيكنج باودر. كل ده مع بعض، بس انا للامانه هنا هحط معلقتين من الزيت. واسيبه على جنب شويه لان الشوفان عنده شويه تناكه ما بيدينيش الالياف بتاعته غير بعد وقت غير الدقيق. زي الفل. ونقلب كده ونخليه على جنب. احنا عاملين شويه مع بعض.
التقليبه دي مهمه جدا. نخليه على جنب كده وتعالوا نكمل مع بعض موضوع البخاري. افتع الرز يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. ده الرز البخاري بتاعنا معانا من بدايه الحلقه، الجزر والزبيب اللي احنا مقلبينهم على بعض، بنحطهم هنا كده على الوش. تاكل صوابع كل الرز ده وما نقلبوش، نسيبه على الوش كده. اه بالشكل ده كده. اه نعم يا غالي، ممكن بالفراخ يبقى لطيف وجميل. اه واخد معلقه صغيره كده من الخلطه اللطيفه اللي بتبقبق على النار، اللي فيها عين جمل وفيها الفليفر والطعم بتاع التندوري اهي. دول كده اهو زي ما هم كده اهو اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اهو في قلب نص الحله، واعمل تركايه كده لطيفه زبده. اهو واحطهم هنا ونغطي الحله دي يا عم الشيف. تاني عملت ايه؟ الرز لازم تعمليه لاولادك النهارده للامانه، يعني هتدعي لي. الرز البخاري على طريقه المغازي، الرز قلبناه مع بصله وتومه مع جزر مبشور، بعد ما خدنا كميه الجزر او نص كميه الجزر خليناه على جنب، حطينا عليها زبيب وكزبره خضراء، وبعدين حطينا البهارات العربيه بتاعتنا اللي هو اللومي او الحبهان والقرفه والمسمار اللي هو الدرسين والورق اللورا، وحطينا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. هنغطي الحله زي ما هي كده، مش هنقلبها، زي ما هي باللي فيها. وتعالوا نروح بعدين ناخد بعدين ونروح عند الفرن. ايه الدنيا هناك؟ افتح يا سمس، ايه الاخبار؟ لا الاخبار حلوه. بص على الفرن فيه ايه؟ فيه بخار طالع، البخار ده ساعد على تسويه الفراخ، فتح مكان ما قطعت السكينه في قلب الصدور، والفراخ هنا مستويه معايا وزي الفل. نبص عليها قبل ما نطلعها. اه ده الشكل اللي انا عايزه. نجيب طبق التقديم، اللهم صل على النبي، ناخد شويه صلصه باللي احنا عاملينهم بالشكل ده كده. الله اهي. لازم تغلى على النار. وجود النشا مع عين جمل مفروم بيساعد على تماسك الزبادي ويخليه لك بالشكل ده والقوام ده. اه التاني اللي بيسال، اللون الاحمر ده جه منين؟ في بعض المحلات والسوبر ماركات الكبيره والعطار اللون الاحمر الجميل الحلو ده كده بتجيبيه تستخدميه، ده مسموح بيه. ما لقيتيش الالوان دي ومش عايزاها، هي موجوده عشان نبقى واضحين مع بعض، مش عايزاها تستخدمي بدالها حبايه بنجر، تسلقيها كويس، وبعد ما تسلقيها يا ست الكل تقشريها وتضربيها في قلب الخلاط حلو، وتستخدميها زي ما انا بستخدم دلوقتي اللون بتاعنا. تعالوا نطلع الفراخ، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه اللهم صل على النبي. اه مستحيل طبعا تمسك في الشبكه، عارفين ليه؟ حد يقول لي ليه؟ اللي بيتابعني دلوقتي حد يقول لي ليه؟ ليه ما مسكتش في الشبكه بتاعه الفرن؟ في العاده لما بحط حاجه على شبكه الفرن بتمسك. محدش بيرد عليا. ليه؟ عشان انا دهنت الشبكه قبل ما استخدمها بزيت. ده الطبيعي. اه. حتى اللون احمر وكل حاجه، ممكن تعملها على فكره في عيد الحب الاكله دي، ده بقى بيعملوها في عيد الحب. الشيفيه يعني. حلو الكلام؟ اه. ينفع يا باشا، عشان حاجة عشان خاطرك ينفع كل حاجة. المخرج بيقول لي ينفع نكسرها بلون أخضر، وعايز صورة حلوة. بس هو بيتقدم كده يا شفيق على فكرة. بس أنا هعمل لك اللي أنت عايزه، عشان أنا بحبك. واو. إيه رأيك يا نعناع يا بتاع النعناع يا منعنع؟ حلوة أوي. عملنا أكلة بتروحي بعض المطاعم الفنادق كبيرة، مطاعم الكبيرة بتلاقي إخواننا الهنود، ودي أكلة هندية طبعا، التندوري كل المطاعم بتعملها يعني.
حلو، تستعمل باشكال مختلفه وباطعمه مختلفه. انا عملتها لك النهارده على طريقتي، جربيها. طعم عين الجمل، ما لقيتيش عين جمل ولا سعره غالي مع انه مش غالي ولا حاجه، هتجيبي فول سوداني وتستخدميه. عندك لوز، والله العظيم لو فتحتوا التلاجة دلوقتي من أيام الشهر الكريم رمضان، ورمضان هيجي علينا تاني، هتلاقي التلاجة وهتلاقي دراجة درج فيها حاجات انت ما استخدمتهاش لغاية دلوقتي. والله على ما أقول شهيد، بجد والله احنا بنجيب الحاجة ونركنها. عشان كده عايزين نقول موضوع انك تنزلي تتسواي وتجيب الحاجة، تجيب على قد استخداماتك اليومية أو الأسبوعية، بالكتير خالص أسبوع. هتجيبي كميات قليلة وهتبقى موجودة عندك، وتعملي كنترول قبل ما تنزلي تشتري. يعني ايه مغازي؟ حلو قوي السؤال ده. يعني تجيبي ورقة وقلم كده وتشوفي ايه طلباتك قبل ما تنزلي تشتري الحاجة، ده مطلوب، خلي بالك. وما تنزليش تشتري وانت جعانة، يعني وانت عايزة تاكلي وتتغدى وتفطري، خلي بالك. ما تروحيش مطعم وانت جعانة قوي، عشان ما تطلبيش الأكل كله على السفرة وفي الآخر ما تاكليش حاجة. روحي كده وانت نص بطن، حلو قوي، هتوفري فاتورة وفي نفس الوقت كمان هتاكل الاكل اللي هينزل لك على السفره. الرز بتاعنا زي الفل اهو، نضرب فيه كده الشوكه الجميله الحلوه. نبص على الرز البخاري، الزبده فين؟ راحت مطرح ما راحت اهو. ساقعه. بص انا هعمل ايه دلوقتي اهو، هخطط لمستقبلك اهو. بس خلاص، ونغرف الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. فين طبق الرز؟ هو ده. الله تعالى حلو، اللهم صل على النبي. شويه رز بقى، يا تقولي رز بالخلطه ولا رز بالكبد والكلاوي ولا الله. لا شايفين الحبه الحمراء مع الجزرايه مع الزبيب، الصوره الحلوه تجيبها منين ومنين؟ شويه الزبيب وشويه الجزر هنا معليين شخصيه الرز، وديها في مكان تاني خالص. شفت لازم نفلفل ازاي ست الكل اللي كانت بتسال على الرز البسماتي بيتعمل ازاي؟ الف هنا وشيفا للي ياكل. انا بحب قوي الزبيب اللي مع الرز، سواء الرز البسماتي او الرز المصري ايا كان، بيبقى طعم الزبيب حوق السكريات اللي فيه بتبقى لطيفه، وخاصه لو معاه جزر. ما اقولكمش يعني، بضعف انا. طيب نشتغل بقى، دايما سايب الفطاير بتاعتي للاخر عشان مخرجنا اول ما يفاجئني ويقول لي وقتك خلص ابقى انا ايه في الامان، ده الطبيعي. اروق الدنيا كده عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها كالعاده. دايما لما تزين الرز اللي فيه خضروات او فيه زبيب تزينيه بالكزبره الخضراء يفضل. فكره البرياني، شكل الرز حلو، بصل اخضر انا عاشق له في الشتاء، باخده كده بالشكل ده كده. الحاجات دي موجوده دلوقتي، ربنا انعم علينا بيها في ايام الشتاء. يا سلام، قطمه بصل اخضر مع معلقتين رز، بألف هنا وشفا اللي ياكل. الطبق لوحده على السفره كفيل ان هو يتكلم مصر بوجود البصل الاخضر عليه. تعالوا نشتغل مع الفطاير بتاعت الحلوه. طاسه مخصصه لكده اهي معانا. الصلصه دي عايز اغرفها على فكره، خليها هنا جنب الاكل اللي عايز يغمس منها. عجبه اللون بتاعها، عجبه مخرجنا قوي على فكره. انا عارف انك بتحب الالوان دي. دي الخلطه اللي كانت معانا خالص في بدايه الحلقه. عينيه. لا الصلصه دي رهيبه 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 رهيب رهيب رهيب. زي الفل. او ما اعمل ايه بقى التركايه الحلوه؟ معاني انا اخضر، انا صاحب مزاج في الايه، في البرزنتيشن بتاع الاكل. يعني ورق النعناع الاخضر ده كده ينزل على الصلصه الحلوه دي كده. ومع الرز بتاعنا ده كده وتعشت زي ما بيقولوا، مع صدور الفراخ الجميله اللي بتتكلم مصري عشان اعملها شيف مصري، مع ان جذورها واصلها المطبخ الهندي او المطبخ المكسيكي. زي الفل.
نشتغل في الفطاير بتاعتنا بسرعة. طاس على النار، بنجيب فرشاي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا زيت. وبنعمل واحدة واثنين وثلاثة مع بعض، احنا ما وريناش حاجة اهو، سابينا للآخر زي ما قلت لحضراتكم. حلو قوي، ونوزع كده المقدار بتاع الفطاير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شفت العجينة عملت ازاي؟ اهي فيها تفاح، فيها الشوفان، شفت قلت لكم الشوفان عنده شوية تناكة، كان من شوية خفيف اهو، ونقلبها كده اهو، وناخد كده ونحط هنا كده اهو، تاني اهو. الفطاير دي قيمتها الغذائية عالية جدا، كبار السن ياكلوا منها، الصغار ياكلوا منها، كل الأعمار تاكل منها، ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش أي دسامة، ما فيهاش بيض، كل اللي فيها تفاح أخضر بشرناه، شوفان ناعم، شوفان خشن، كل ده مع بعضه زي الفل. نروق الدنيا عشان الصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها. أعتقد الصورة معاك يا شفيق تقدر تدلعها زي ما أنت عايز. آه، روقنا الدنيا، ونسيب الشوفان بتاعنا على النار من وقت للتاني بتستوي، نار هادية جدا. معانا عين جمل بنزين بيه الصلصة بتاعتي عشان الضيوف بتوعنا يعرفوا إن إحنا كرمة بطبيعتنا، نعرفهم من الصلصة دي بعين الجمل. مفيش مشكلة برضو لما تاخدي عين الجمل ده وتحطيه على وش الفراخ، ده كله برزنتيشن، ده بتاعتك أنت بقى، دلعيها يعني. لما بتعملي طبق حلو فرحانة بيه زي حلة المحشي كده، تبقى عايزة تقعدي جواها من حلاوتها وتعبك عليها. اه نفس القصة، اه زي الفل، تمام. نقلب الفطاير مع بعض، اللهم صل على النبي. حطينا أول واحدة فين ديت؟ نبص عليها أهي، اوعى وشك، والتانية أهي، والتالتة كانت دي ولا الأولانية؟ زي ما أنت عايز، اوعى ده، هو ده. اه ده الطبيعي زي ما انا شغال كده. تعملي بانكيك، تبقى الطاسه بتاعتك زي الفل، وخلال كده بس على فكره. نجيب طبق للتقديم مع بعض صغير زي ده كده، عندك عسل نحل حط عليها، عندك صوص شوكولا حط عليها، صوص فراوله حط عليها، زي ما انت حابه. فطاير الشوفان بالتفاح الصبح حلو قوي على فكره، تعمليها لاولادك، لجوزك قبل ما يروح على الشغل، هيتنه طول النهار يدعي لك وراضي عنك ويرجع بكل حاجه. لا عينيا يا غالي، عينيا ده هي لونها كده، لا اله الا الله، حاضر عينيا، خرجنا عايز عليها سكر بودر. اه معناها مش عايز سكر، بس انت عايز سكر حبيبي، عايز زي السكر، واجيب له سكر منين؟ شغلها بتقول كده. اه زي الفل، ممكن تحط عسل حسب الرغبة، زيت، ممكن بدل الزيت زبدة. ناخد تاني من الحشوة دي كده، اه من غير بيض على فكرة، من غير بيض خالص. اه سيبوني بقى اشتغل، انا مطلوب مني 40 50 قطعة لغاية لما اخلص الكمية دي كلها، عشان ابني وبنتي عازمين صحابهم النهاردة على الفطار، اعمل لهم الطبق الحلو ده كده، واقول لهم انا شفت شيف البغازي على القناة الأولى، أكلة أمي، عمل فطاير من التفاح الأخضر أو الأحمر مفيش مشكلة، من غير بيض، طريقة سهلة وبسيطة. السر في نفشتها وإن هي تكون هشة معلقة البيكنج باودر اللي أنا حطيتها. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية، طعم تاني، معلومة غير معلومة، بنشوف الكلام ده كل يوم. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.